بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، أمر المؤمنين بأن يكونوا إخوة متحابين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله واعملوا بمقتضى الإيمان من التحاب بينكم والمودة بينكم والتناصح فيما بينكم والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل ذلك من خصال المؤمنين. وإياكم وما يتنافى مع خصال الإيمان ويحدث العداوة بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث في هذه الأحاديث نهي عن الحسد وما ذكر معه، لأن هذه الأشياء تفرق بين المسلمين وتنكر القلوب بعضها على بعض، وتفضي إلى النزاع والخصام، وقد تؤدي إلى القتال وتفرق الأمة وتشتتها. وقد جمع الله بين هذه الأمة بهذا الدين العظيم الذي وحد كلمتهم وبنى أمتهم وجعلهم أمة واحدة. فالحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، وقيل الحسد كراهية النعمة على المحسود ولو لم يتمن زوالها. فإذا كرهت ما أعطى الله أخاك من الخير فقد حسدته ولو لم تمن زوال ذلك، فإن تمنيت زوال ذلك عنه فهذا أشد. أما إذا رأيت على أخيك نعمة وتمنيت أن الله يعطيك مثلها فهذا غبطة وليس بحسد، وهذا محمود. فإذا رأيت على إخوانك نعمة في العلم والدين والمال فإنك تدعو الله أن يرزقك مثلهم وأن يجعلك مثلهم، وهذا ليس من الحسد،
وإنما هو من الغبطة. أما الحسد فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الحسنات، قال عليه الصلاة والسلام إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقد يفضي بالحاسد إلى الكفر، فإن إبليس لما حسد آدم أفضى به ذلك إلى الفسوق عن أمر ربه والكفر بالله عز وجل، فآل به الأمر إلى أسوأ العواقب بسبب الحسد والتكبر لما رأى من فضل الله على آدم حيث خلقه بيده وأسجد له ملائكته وفضله بالعلم وأسكنه جنته، عند ذلك حسده وآل به الحسد إلى الكفر والفسوق عن أمر ربه، فكانت عاقبته أوخم العواقب بسبب الحسد. والحسد هو الذي حمل اليهود على أن كفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم حسدوه وحسدوا العرب الذين بعث فيهم، لأنهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسحاق ولا تخرج إلى بني إسماعيل. الله جل وعلا هو أعلم حيث يجعل رسالته، فجعل النبوة الخاتمة والرسالة العامة جعلها في محمد صلى الله عليه وسلم وفي العرب، لما يعلمه سبحانه وتعالى من أهلية هذا الرسول وأهلية هذه الأمة للقيام بما أوجب الله عليهم. فحسدتهم اليهود، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أي اليهود، ما الذي حملهم إلا أنهم يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضله، وإلا فإنهم يعلمون أنه رسول الله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهذا هو الذي حملهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، كفروا به عن علم بسبب الحسد. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والحسد هو الذي حمل ابن آدم على قتل أخيه، قال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. كل هذا بسبب الحسد. وقال صلى الله عليه وسلم ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول قسط من دمها أو كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل.
إذن يتبين لنا عظم خطر الحسد وما ينتهي إليه من الكفر بالله عز وجل، أو ينتهي إلى أن الحاسد يعيش في نكد وفي كمد لأنه يرى نعم الله تنزل على عباده وهو لا يريد ذلك ويكره ذلك، فلا يزال يرى النعم تنزل على عباد الله وهو يتألم ويتحسر فيعيش في كبد ونكد ونغص من العيش. هذه حياة الحاسد، ولن يضر إلا نفسه. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإضرار بالمؤمنين، من ذلك النجش في البيع. النجش معناها أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفع قيمتها على الآخرين لينفع البائع بنفسه بزعمه، لينفع البائع بزعمه، أو ليضر المشتري إذا كان عدوا له. فهذا هو الذي هو النجس الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يزيد في السلعة إلا إذا كان يريد شراءها، ولا تزال المزايدة مفتوحة. أما إذا انتهت المزايدة وأراد أن يبيع على آخر أهل السوم فلا يجوز لأحد أن يتقدم إليه ويقول اصبر أنا أخذها منك بكذا. قال صلى الله عليه وسلم ولا يسم على سوم أخيه، يعني إذا انتهى السوم وانتهت المزايدة وأراد البائع أن يبيعها على آخر واحد فلا يجوز لأحد أن يتقدم ويطلب منه أن يبيعها عليه بدلا من هذا الأخير، فإن هذا من الحسد وهذا من الإضرار للمسلمين. وكذلك ما يتعامل به بعض أهل المعارض وأهل المحلات والحراج أنهم يتفقون ويكونون شركة، فإذا عرضت السلعة من الجالب فإنهم يتواصون أن لا يسومها أحد منهم ولا يسومها إلا واحد، فإذا نودي عليها ولم يسومها إلا واحد والبقية ساكتون ويظهرون أنهم ليس لهم بها رغبة بيعت برخص على السائل الواحد وهم يشتركون في قيمتها، وهذا الواحد منهم اتفقوا معه على أن يسومها وهم يسكتون، ثم تباع برخص ويتضرر البائع ويتقاسمون فائدة هذه السلعة. فهذا من النجش والإضرار بالبائع. لا يجوز الإضرار بالمسلمين في أسواقهم برفع الأسعار عليهم من غير حقيقة أو تخفيض الأسعار من غير حقيقة. لا بد أن يكون البيع والشراء في الأسواق المسلمين على النصيحة وعلى الصدق والوفاء. ولا تباغضوا، أي لا تتعاطوا أسباب البغض، تجنبوا الأسباب التي تبغض بعضكم إلى بعض. وإن قدر أنه يقع شيء يسبب الغضب فعليكم بعلاجه والمبادرة بعلاجه، ولا تتركوا أسباب الغضب تفعل فعلها فيحصل بذلك الضرر على المغضوب عليه وهو من إخوانكم. الغاضب من إخوانكم والمغضوب عليه من إخوانكم، فبادروا بتسوية هذا الغضب وتهدئة الغاضب حتى يزول عنه غضبه، حتى لا تثور السائرة بين المسلمين. ولا تباغضوا ولا تدابروا، يعني لا تتقاطعوا وكل واحد منكم يعرض عن الآخر ويوليه ظهره ولا يقابله بما يليق من الأخوة
حتى ولو كان في نفسه شيء وهو أخوك المسلم فعليك بالمصالحة معه والتسامح، ولو كان في نفسك عليه شيء فإن في ذلك أجرا عظيما وثوابا جزيلا لمن كظم غيظه وعفى عن أخيه وسوى ما بينهما من النزاع. أما التدابر والتقاطع فلا يليق بالمسلمين ولا يليق بالمؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يتقابلان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا كان بينك وبين أخيك شحناء أو شيء من سوء التفاهم وتجد في نفسك حقدا عليه أو فالواجب أن تصلح ما بينك وبينه، فإن كان ولا بد تعرض عنه خلال ثلاثة أيام فقط حتى يذهب ما في نفسك، ثم بعد ذلك تعود على أخيك وتعود الأخوة بينكما. ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، بمعنى أن أحدا إذا اشترى سلعة فإنك لا تذهب إليه وتقول: أنت مغبون في هذه السلعة، أنت مغبون في هذه السلعة، افسخ البيع وأنا أعطيك أحسن منها وأرخص منها، فهذا بيع على بيع أخيك. وهذا خصوصا إذا كان البيع فيه خيار، فيه خيار. وحتى لو لم يكن فيه خيار لا تدخل على أخيك الغبن والندامة، بل ادعو له بالبركة. ولو كنت ترى أنه مغبون ادعو له بالبركة، لأن هذا شيء قد انتهى وهو لم يستشرك، فطمئنه وادعو له بالبركة. فكيف إذا كان له فرصة في فسخ البيع فتذهب إليه وتفسد العقد بينه وبين أخيك، وتقول له: أنا أبيع عليك بدلا من بيعه، أبيع عليك أرخص أو أحسن، فهذا أمر لا يجوز. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، بمعنى أنكم تنفذون صفات المؤمنين وصفات عباد الله من المحبة والتناصح والبر بينكم والنصيحة فيما بينكم. كونوا إخوانا، لا ترضى لأخيك إلا ما ترضى لنفسك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تعتبره كنفسك، كما أنك تحب الخير لنفسك فإنك تحبه لأخيك، لأن المؤمنين نفس واحدة وجسد واحد وبنيان واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فهو كنفسك. فكما لا ترضى لنفسك الضرر فلا ترضى الضرر لأخيك، لأنك إذا رضيته لأخيك فقد رضيته لنفسك. اتقوا الله عباد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه
واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الذكر ونفعنا بما فيه من الذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. وفي آخر الحديث السابق قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالدم لا يجوز للمسلم أن يسفك دم أخيه المسلم، وقد جعل الله قتل المسلم عمدا عدوانا بغير حق، جعله من أعظم كبائر الذنوب بعد الشرك. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك قتل المعاهد، الكافر المعاهد الذي حرم الله دمه. والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. فلا يجوز قتل المؤمن إلا بحق، ولا يجوز قتل المعاهد إلا بحق. فلتعظم النفوس ولا تعتدوا عليها، مهما بلغ بكم الحقد والبغض والكراهية، فلا يجوز أن تقتل النفوس إلا بحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهي نفس المؤمن ونفس المعاهد. وأموالكم، الأموال أيضا، أموال المسلمين حرام، لا يجوز أخذها والاستيلاء عليها، لا بالغصب ولا بالحيلة ولا بالخديعة ولا بالغش ولا بأي طريق غير شرعي. لا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيبة من نفسه، لأن ماله مثل دمه، كما أن الله حرم دمه وحرم ماله. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وأعراضكم، والعرض هو ما يقبل المدح والذم من الإنسان، فلا يجوز تناول عرض أخيك المسلم لتنقص، لغيبة أو نميمة أو ازدراء واحتقار أو قذف، والعياذ بالله، قذف بالزنا أو اللواط والفاحشة أو بالخيانة أو غير ذلك. لا يجوز أن تتناول عرض أخيك بأي وجه من الوجوه، لأن الله حرم عرضه كما حرم دمه وماله. قال عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا،
يعني يوم النحر في بلدكم هذا يعني في مكة في شهركم هذا يعني شهر ذي الحجة، فجعل حرمة المسلم حرمة دمه وماله وعرضه كهذه الحرمات الثلاث: حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة البلد. هذا تغليظ عظيم في تحريم دم المسلم وماله وعرضه، فمن انتهكه فكأنما انتهك هذه الحرمات الثلاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من الناس يتساهلون في أعراض إخوانهم، ولا تطيب مجالسهم إلا بالغيبة والنميمة والتنقص من الناس، ولا سيما حكام المسلمين وعلماء المسلمين، وهذا خطر عظيم وشر مستطير. فعلى من ابتلي أو وقع في شيء من ذلك أن يبادر بالتوبة إلى الله، وأن يطهر لسانه، أن يطهر لسانه كما طهر يده من دماء المسلمين وأموالهم، أن يطهر لسانه وأن يطهر يده من أذية المسلمين والاعتداء عليهم. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين والمنافقين ومن شايعهم من المرتدين والمنافقين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم ألقي الرعب في قلوبهم والفشل في أعمالهم. اللهم سلط بعضهم على بعض واشغلهم بأنفسهم، وكف عنا بأسهم وطغيانهم وعدوانهم، واجعل ذلك في نحورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.